ينضم معنا عبر الهاتف السيد خليل السالم أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم. مساء الخير أستاذ خليل. مساء الخير سيدي، وأهلا وسهلا فيك وبالحضور الكريم. أستاذ خليل، احنا يعني كنا نتمنى تكون معنا في الاستوديو، ولكن بجوز ما زلتوا بحضور ضيوف الأردن بالتأكيد مشغولين. بالأمس أيضا كان في قرارات مفصلية، كان في حضور كبير. قبل ما نبدأ بكل هذه التفاصيل، ألخص إن هيك برؤيتك مع اقتراب يعني أكثر من 20 عام على تأسيس اتحاد غرب آسيا، ما هي المخرجات من اجتماعات اليومين الماضيين؟ سيدي، أنت دائما تعرف يعني العاصمة الأردنية واتحاد غرب آسيا هو بيضم 12 كيان رياضي، اتحاد رياضي، ودائما العاصمة الأردنية وسمو الأمير بيلم هاي الكيانات الرياضية مظلة اتحاد غرب آسيا. نعم. بقيادة واضحة، لفي استراتيجية واضحة اللي تجلت أمس من خلال الانسجام الواضح والاتفاق الواضح على استراتيجية لاتحاد غرب آسيا للمرحلة الماضية، مع الاعتراف بالإيجابيات اللي صارت عبر المرحلة السابقة من حيث عدد البطولات. فحقيقة كان اجتماع مثالي من حيث يعني إبراز فيه للجوانب المالية والتسويقية والإدارية والفنية من حيث وضوح الأجندة القادمة لاتحاد غرب آسيا. فحقيقة هو اجتماع حضروا 11 اتحاد من أصل 12 بغياب الاتحاد اليمني لكرة القدم. وكان الاجتماع يعني جيد جدا وفيه وضوح بالنسبة للرؤية المستقبلية. زي ما أنت بتعرف اليوم الاتحاد غرب آسيا هو الاتحاد الأنشط صحيح. عبر القارة بفارق كبير عن الاتحادات الإقليمية الأخرى، ضمن الاستراتيجية اللي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة بقيادة سمو الأمير لخدمة منتخباتنا واتحاداتنا وخدمة أنديتنا، سواء على الفئات العمرية أو على الجنسين. أستاذ خليل، يعني من الأمور التي تم مناقشتها والحديث فيها يوم أمس اللي هو إجماع اتحاد غرب آسيا بقيادة سمو الأمير علي بن حسين على توحيد الصف بالانتخابات الآسيوية القادمة والوقوف إلى جانب المرشح الشيخ سلمان المرشح العربي، تحكينا عن هذه النقطة كيف تمت؟ سيدي، أو يعني اتحاد غرب آسيا هو اتحاد إحدى الاتحادات الخمسة الإقليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الآسيوي، والشيخ سلمان عبر قيادته للاتحاد الآسيوي عبر السنوات الماضية حقق كثير من المكتسبات لصالح الاتحادات الأهلية، ولكن أيضا من خلال الاتحادات الإقليمية. فالتطور اللي شهده الاتحاد غرب آسيا يعود جزء كبير من الفضل للتعاون الوشيك ما بين الاتحاد غرب آسيا والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. وحقيقة الشيخ سلمان بقيادته لهذا الاتحاد وكونه من إحدى الدول اللي بنعتز فيها كون البحرين هي جزء أساسي من اتحاد غرب آسيا، كان ترشيح الجمعية العمومية بقيادة سمو الأمير لا ترشيح الشيخ سلمان، حقيقة هذا هو التعاون والتواصل الكبير ما بين اتحاد غرب آسيا والشيخ سلمان ممثل الاتحاد الآسيوي، اللي كان في يعني إجماع من قبل الجمعية العمومية والأعضاء الاتحادات الأهلية على ترشيح الشيخ سلمان للولاية القادمة حتى تكتمل المسيرة ما بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي. أستاذ خليل، يعني الاتحاد غرب آسيا الاتحاد الذي جاء بفكرة أردنية وبعمل أردني كبير ومر بظروف صعبة، اليوم تصل كما تحدثت إلى توقيع اتفاقيات تسويقية ربما كما سمعنا بأنها غير مسبوقة ستكون على جميع الأصعدة. ما تفاصيل هذه الاتفاقية وانعكاسها على اتحاد غرب آسيا؟ سيدي، أنا بدي أرجع لسنوات ماضية. السنوات الماضية ارتكز اتحاد غرب آسيا بموارده المالية على الاتحاد الأردني لكرة القدم، اللي ما يعني بقيادة سمو الأمير للاتحادين كان دائما الاتحاد الأردني هو العون لاتحاد غرب آسيا عبر السنوات، ولكن عبر السنوات الأربعة الأخيرة كان في عمل باستراتيجية تسويقية واضحة اللي سمحت لاتحاد غرب آسيا بتحقيق فائض مالي في السنتين الأخيرين تقريبا $1 مليون، اللي ساهم بتسكير كل الذمم المترتبة على اتحاد غرب آسيا عبر السنوات، بالإضافة لتنظيم 13 بطولة في السنة الماضية. فالحمد لله الوفر المالي اللي تم عبر السنوات الماضية وصلتنا لمرحلة اللي الفائض المالي اليوم موجود بغرب آسيا هو فائض مريح اللي يتمكن من استمرارية هذا الاتحاد وضمان رد الجميل على الاتحاد الأردني والأردن نفسها اللي استقر فيها هذا المقر وازدهر فيها هذا المقر عبر 20 سنة الماضية. فهاي يعني نقطة البداية اليوم اللي هي بيانات 21
اللي تم إقرارها. ما نظرنا إليه للمرحلة القادمة هي وضع استراتيجية واضحة فيما يتعلق بأجندة مسابقات واضحة وطرح عطاء تسويقي اللي حقق إيراد ممتاز، إيراد ثابت ممتاز لصالح اتحاد غرب آسيا، بالإضافة إلى عائد إضافي قد ينتج في حال ارتفعت الإيرادات لهذا الشريك التسويقي عن مبلغ معين. فالحمد لله هذا بضمن الاستراتيجية اللي واضحة، ولكن أيضا في محاور أخرى للعمل المالي. في محور لدى الاتحاد الآسيوي بزيادة الدعم، الاتحاد الآسيوي اليوم يقدم 250 ألف دولار لصالح الاتحاد، هناك جهود كبيرة لدعم الاتحاد غرب آسيا بشكل أكبر من هيك من قبل الاتحاد الآسيوي، ولكن أيضا في جهود كبيرة من قبل سمو الأمير مع الفيفا لزيادة الدعم الدولي لاتحادات غرب آسيا أو لكل الاتحادات الإقليمية، وإن شاء الله نراه بالمرحلة القادمة. أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، شكرا جزيلا على كل ما قدمت وشكرا على الإضافة.